السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله ملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. صلوا عليه وسلموا تسليما. لا يوجد شخص في العالم يعيش معك في اليوم في طعامك وشرابك وملبسك وعبادتك ويقظتك مثل محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي. صلوا عليه وسلموا تسليما. لن تدخل الجنة حتى تقتدي بهذا الإمام فقط. لن تدخل الجنة حتى يكون هو قدوتك وأسوتك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. خصصوا هذه الليلة وغدا الجمعة الصلاة. صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. من صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقد انتفت منه صفة البخل، رفع الله. صلوا عليه وسلموا تسليما لتنجو من دعائه صلى الله عليه وسلم على من لم يصلي عليه. يقول: رغم أنفه، يعني ألصق الله أنف من لم يصلي عليه بالتراب أرغمه. صلوا عليه وسلموا تسليما ليصلي الله عليك إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات. اطلب الصلاة من الله. صلوا عليه وسلموا تسليما لأنه صلى الله عليه وسلم المخول الوحيد المفوض من الله، الموكع عن الله، المبعوث من الله، المبلغ عن الله عليه الصلاة. واجب أن نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه هو سبب نجاتنا، سبب فلاحنا صلى الله عليه وسلم، سبب تعليمنا، سبب طهارتنا، سبب تزكيتنا. صلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون، وصلى الله وسلم عليه كلما غفل عن ذكر الغافلون. فكل سبب من خير أتانا فبسببه عليه الصلاة والسلام. فصلى الله